يدي أثناء وصول الفريق الوطني إلى ملعب غلورا بونغ تومو استعدادا لمباراة أمام منتخب إندونيسيا، المباراة الثالثة والحاسمة من أجل ضمان تأهل مبكر للدور المقبل من منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة. المباراة تجرى استثناء أن اليوم في ظروف مغيرة ستجرى ليلا في طقس ربما رطوبة عالية، لكن هذا لا يمنع الفريق الوطني من تقديم أفضل ما لديه. واليوم يمضي اليوم 15 له هنا في مدينة سورابايا، اللاعبون استأنسوا مع الأجواء، استأنسوا مع الظروف المحيطة بإجراء المباريات هنا في ملعب غلورا بونغ تومو. كل العناصر جاهزة لهذه المباراة، جاهزة لتقديم عرض يتناسب والسمعة التي يحظى بها الفريق الوطني باعتباره وصيفة لبطل إفريقيا. لم تعد هناك من أعذار، الكل ملزم بتقديم عرض قوي اليوم أمام منتخب إندونيسيا. على أي تبدو المعنويات في القمة، الكل جاهز لهذه المباراة والكل جاهز للإطاحة بمنتخب إندونيسيا من أجل التأهل للدور المقبل في المركز الأول وفي المركز الثاني. سننتظر ذلك لأن المركز الأول مرتبط بالفوز على إندونيسيا وسقوط منتخب الإكوادور أو تعادله أمام منتخب بنما. هذه المعطيات المحيطة بوصول المنتخب الوطني إلى هنا إلى ملعب غلورا بونغ تومو في مدينة سورابايا على بعد دقائق من انطلاق هذه المباراة.